السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير ام جنان. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبخير وعافيه، ان شاء الله تكونوا في اتم السعاده، ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك. كما ذلك كنقول لكم جمعه مباركه للجميع. اليوم راح نحضر لكم وصفه رائعه جدا، هذه الوصفه يحبوها كامل كبار وصغار، وصفه رائعه جدا وناجحه 100% مغربيه. بوصفة هاد وصفة يعني نديتها لكم مغربية، الطريقة يعني تاع التحضير مغربية، ولكن التشكيلة بالتشكيلة جزائرية تقليدية. ولكن قبل ما نبداو في هاد الوصفة، نتمنى ان كل واحد دخل عندي يجي للقناة ان يشترك فيها ويضغط على جرس التنبيهات لكي يصلكم مني كل جديد لحظة تنزيل الفيديو الجديد. راح نبدا بطريقة التحضير مع مكونات هذه الوصفة. اولا راح نضع كاس سكر، هذا الكاس 300 مليلتر، الكاس اللي ديتها انا كبير، انتم استعملوا الكيله اللي حبيتوها. كاس هذا راه معمر سكر مبلور، هذا هو الكاس اللي حنعبر به كامل المقادير. ثم راح نضيف الفرينه او الدقيق الابيض، كذلك راح نديروا ثلث كيسان تكون مملوءه، ثلاث كؤوس فرينه، هذه هي المقادير. الكاس الاول، نضيف الكاس الثاني، ثم الكاس الثالث، ثم راح نضيف كذلك السميد. السميد لازم يكون رقيق بزاف، يعني سميد رقيق الرطب. هكذا راح ندير ثلث كيسان، كذلك ثلث كيسان سميد يكون رقيق بزاف، هكذا ثلاثه، هذا ثالث. يعني طريقه سهله وبسيطه ومفهومه، وطريقه كذلك ناجحه. راح نضيف لهم كاس تاع الكاوكاو مقلي ومطحون، هكذا يكون نفس العبر، كذلك كاس واحد فقط. ان نضيف اثنين من الخميره الكيميائيه، نضيف زوج تاع الكيسان من الخميره الكيميائيه، يعني اثنين اكياس هكذا خميره الكيميائيه. نضيف اثنين باش المغربية تاعنا تطلع غاية، تجي شابة وتجي خفيفة هكذا. تانا دايرين فيها سميد. ثم نخلط جميع هاد المكونات الجافة، هاد المغربية بدون بيض، فيها غير المواد الجافة، تجي تفتت غير روحها، تجي شابة بزاف، حاجة يعني فور. ما حش تندمو كي راح تجربوها، راح تخرج لكم ناجحة، وكذلك حاجة ذوق روعة ما نحكي لكمش عليه، جربوها وذوقها بروحكم. هكذا لازم نخلط مليح السكر والكاوكاو والفرينه والدقيق وهذيك الخميره الكيميائيه درناها. راح نضيف الكاس الاول تاع الزيت، يعني بنفس العبر كذلك، ونبقاو نضيفو غير بشويه. يعني نستعمل اليد تاعك باش تبسيها غايه، لازم تتبسس هذا الغريبيه صح في التبسيس تاعها، كي تبسيها تجيك شابه بزاف، تجيك تفتت. لازم جميع المكونات تتخلط لكم غاية، هكذا تبقاو غير بشوية تبسو فيها، ماحش تضيفو كامل الزيت تاعكم. حنا الزيت نستعملو زوج كيسان قال ربع، يعني زوج كيسان إلا ربع. نضيف الكاس كامل هكذا، ونضيف الكأس الثاني إلا ربع، هنضيفها كذلك غير حبة حبة، يعني ماشي نضيفوه كامل، غير بالعقل عادي. هكذا نضيف كاس الا ربع، نضيف نص كاس ونضيف الربع كذلك باش تعرفوا كاس الا ربع. نضيفوا كاس، يعني في الكاس تاعنا نضيفوا النص ومن بعد نزيدوا الربع. هي كاع الزيت تعملوا زوج كيسان الا ربع، هكذا باش تفهموا غاية، وتبداو تبسو فيها هكذا. شوفوا كي راهي دايره، الزيت ما شدتش مليح. هنضيف لها الربع التالي هكذا. انا حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه، هنا نبداو نخبزو فيها غايه، لازم نمسكوها مليح هكذا. شوف كيفاش تبسوها مليح، عجنوها غايه باش كامل هذاك السميد يشرب لنا الزيت تاعنا، وتخلط غايه مع السكر والفرينه وكاع هكذا، تتحصلوا على عجينه متماسكه وعجينه طريه تقدروا تتحكموا فيها. شوف هاي العجينه تاعنا، راني شكلتها، يعني هذه هي العجينه تاعنا. شوف
كيفاش ولات هكذا. الان نرجعوا لطريقه التشكيل. كما قلت لكم هذه هي وصفه مغربيه. انا نرجعوا لطريقه التشكيل، راح نشكلوها تشكيله جزائريه تقليديه. احنا في الجزائر نديروا لها القرفه هكذا، نديروا لها القرفه ونشكلوها على شكل يعني ماشي دائره. غنجيبو السني تاعنا نديرو فيه الفارينة، كيما تعرفو أن الغربية تاعنا راهي مرونة غير بالزيت، نديرو غير الفارينة فقط في السني تاعنا هكدا، لازم نرشوه كامل فارينة باش متلصقناش. نبداو نشكلو فيها هكدا، غنديرو كرة باليد تاعك، من بعد تبداي طلعي فيها بهذا الشكل هكدا، كيما نخدمو المعمول يعني حنايا بلا طابع نخدموها عادي. هكذا لازم نطلعوها كيما هكذا، وندير بالاصبع تاعي يعني ثقب صغير، هذاك الثقب الصغير راح نعمر فيه القرفه. راح نضيف لكم الحبه الثانيه كذلك. التشكيل تاعها سهل وباين، يعني حنايا دائما نشكلوها بهذا الشكل وتجي الشكل تاعها رائع جدا، خاصه كي ديري لها القرفه تعطي فيها واحد القشبه بزاف هكذا. انا راح ندير القرفه الاصبع تاعي فقط، نعمرو هذوك الثقاب اللي درناهم بالقرفه هكذا. انا راح نكمل كامل العجينه تاعي، راح نتحدثوا على طريقه يعني كيفاش راح نطيبوا هذا الغربيه تاعنا. بالنسبه للطهي راح نديروها في الكوشه، تشعلوا لها من الفوق ومن تحت، ولازم تكون النار متوسطه، ما تنقصولهاش بزاف حتى تيبس لكم، وما تزيدولهاش بزاف حتى تقعد خضره يعني من الداخل. لازم النار تاعكم تكون متوسطه، تشعلوا عليها يعني لمده نصف ساعه فقط. اللي عندها الفور دير 170 درجه، راح طيبها لها غايه هكذا. هذه هي الطريقه يعني سهله جدا. نرجعوا يعني نشوفوا كيفاش طابت الغربيه تاعنا. راهي طابت الغربيه تاعنا، شوف كيفاش ولات ما شاء الله عليها. هذه هي الغربيه تاعنا، شوف كيفاش تقدت لنا هكذا بهذه الطريقه، يعني صفروها فقط ما لازمش تحمروها بزاف. شوف كيفاش تفتت، راح نحلها حبه قدامكم راح تشوفوها تفتت غير روحها هكذا بسه، يعني تخرج لكم ما شاء الله عليها تبس غير روحها. وذوق كذلك هذيك بنت الكاوكاو راح تعطي فيها ذوق يعني رائع جدا. وانتي حره في المكسرات، تبغي ديري لوز، تبغي ديري يعني بيستاج، تبغي ديري اي مكسرات عندك. انا درت لها الكاوكاو وخرجتني رائعه جدا. يعني نتوما احرار في طريقه يعني وضع المكسرات والكو تاعكم اللي بغيتو ديروا ليمون ولا راني دايرين فيها القرفه، ما لازمش ديروا الليمون. هذه هي الوصفه تاعنا، نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه. يعني ما تنساوش تخلوا لنا لايك للفيديو، وما تنساوش تجربوا هذه الوصفه ناجحه بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.